في موازاة الضربات الجوية التي تنفذها واشنطن، تقوم كل من لندن وبرلين بعمليات إلقاء مساعدات إنسانية وتفكر في تسليم أسلحة للأكراد. وزارة الدفاع البريطانية نشرت صوراً عن الطائرات التي تلقي المساعدات ليلاً للعراقيين الفارين من بطش قوات تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام. ألمانيا التي لا يجيز دستورها تصدير السلاح في مناطق النزاع تدرس إمكانية رفع هذا الحظر. وزيرة الخارجية الألمانية رافقت قوات بلادها في هذه المهمة. بالطبع هذه البداية، ونحن نعمل بجهد لإرسال المزيد من المساعدات في حال تطلب ذلك، ونحاول معرفة ما هي المعدات الضرورية أن تكون مساعدات ملموسة في الأيام المقبلة. هذا ما نحاول العمل عليه حاليا. الولايات المتحدة استبعدت القيام بعملية إنقاذ للعالقين في جبل سنجار، لكنها تعهدت بمواصلة تقديم المعونات الإنسانية.